انت مرتاح لانك قريب من العزيز الفتاح. الله. انت استسلمت لله، انت اقبلت على الله، صار في حياتك شيء من الانس بالله، عشان كده ارتحت. السعاده من يملكها؟ الله. راحه البال بيد مين؟ الطمانينه هذه اللي في القلب تنزل، مين اللي ينزلها؟ الله سبحانه وتعالى. تقرب منه يعطيك اياها الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي انزل السكينه، هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.